وفي ظل الانبطاح العربي تحديدا المصري والسعودي والإماراتي والأردني، في ظل هذا الانبطاح اليمن توجه واحدة من أقوى الرسائل إلى إسرائيل، ومن قبل إسرائيل أمريكا وحاملة الطائرات الأمريكية والغواصة النووية الأمريكية اللي في البحر الأحمر. شاء من شاء وأبى من أبى، إن لم يفتح الحصار ويرفع عن أهل القطاع فلا سفينة إسرائيلية ستمر من باب المندب بعد اليوم. يبدو ان بعض الاسرائيليين ترجموا رسالة اليمن بخدة على قد عقلهم، هنمررها وهنمرر السفن التجارية سواء الصينية او الهندية هتمر من باب المندب. فكانت الرسالة اليمنية اليوم بان اول سفينة تمنع من مرور من باب المندب تحمل 14,000 سيارة، وكان هذا الخبر على الاقتصاد الإسرائيلي كيوم 7 أكتوبر 2023. ويلا بينا لتفاصيل خبر اليمن. النهاردة اليمن وجهت رسالة هي أقوى الرسائل واللي ترتب عليها كمية خسارة اقتصادية بسبب المعاملات التجارية البحرية فقط لا غير، مخلية الاقتصاد الإسرائيلي حرفيا بيعاني عناء غير متوقع. وبحسب عبدالله بن عامر اللي أمام حضراتكم التويتة بتاعته، وهو نائب المتحدث العسكري باسم اليمن، سفينة لم تستجب فجرى التعامل المناسب لمنعها من المرور وإجبارها على التراجع. طبعا هجيلك لتفاصيل الخبر المهم ده دلوقتي، وإزاي الإعلام الإسرائيلي اعترف والإدارة الإسرائيلية اعترفت، وإزاي دلوقتي بتبعت رسائل لمصر ورسائل لأمريكا علشان خاطر تتدخل. لكن من يومين الخبر اللي ظهر أمام حضرتك ده كان لفرنسا، لما قالت إن السفن بتاعتنا اعترضت مسيرتين وان خلاص احنا كده البحر الاحمر هيبقى امن، فاسرائيل صدقتها والشركات اللي بتتعامل مع اسرائيل صدقتها، فخلوا لك سفينة محملة ب 14,000 مركبة تروح تعدي من باب المندب. الرجالة اللي في اليمن قالوا لها ارجعي، قالوا مش راجعين. ارجعي احسن، هتقعدي جنب سنترال بارك ولا تقعدي جنب جالاكسي ليدر؟ ارجعي السفينة. وبالفعل تحرك الرجالة من اليمن وأجبروا السفينة على الرجوع، ما تسبب في خسارة اقتصادية لإسرائيل غير مسبوقة. وخرجت إسرائيل تعترف الاعتراف اللي أمام حضراتكم ده، إذاعة الجيش الإسرائيلي منع وصول سفينة تحمل 14,000 مركبة. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مدير ميناء إيلات بأنه تم منع وصول سفينة تحمل 14,000 مركبة منذ تشرين الثاني. كما أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت نقلا عن مدير ميناء إيلات بأن 85% من مداخيل الميناء تأتي من واردات المركبات، وأن اليمن تعرقلها. معناه يا جماعة 85%؟ يعني 85% من اللي بيجي لميناء إيلات بيجي من ناحية باب المندب من ناحية اليمن، وال 15% برافو عليك من ناحية قناة السويس بتاعتنا كميلة تمام. فقال لك 85% من الواردات اللي جاية تم منعها، وهذا أثره على الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن لكم أن تتخيلوه. لأن زي ما قلنا وعدنا وزدنا، 90% من التجارة الإسرائيلية بتعتمد على البحار. من 90% دول جزء بيجي من أوروبا وأمريكا، والجزء الأكبر بكتير منه سلاسل الإمداد الغذائية والحاجات التكنولوجية والسيارات والمركبات زي ما حضرتك شفت بتيجي من ناحية دول جنوب شرق آسيا عبر باب المندب في اليمن. اليمن قالت مفيش حد معدي وشكرا، وقف على كده. طبعا الإعلام الإسرائيلي اعترفه. طيب الإعلام الإسرائيلي نفسه قال لك بناء على نتنياهو واتصالاته مع عبد الفتاح السيسي، وإسرائيل واتصالاتها مع السعودية وأمريكا، فإن هناك تحالف يتم تنظيمه علشان خاطر يتم السيطرة على أي شيء ممكن يحصل في باب المندب. وهنا هستذكر المقولة اللي قالها الملك فيصل، انت بتتعامل مع ناس مش فارق معاها تعود الى العصر الحجري تاني. اليمنيين مش فارق معهم ان ممكن يعودوا الى العصر الحجري تاني. اللي حصل لليمنيين طوال العشر سنوات اللي فاتت من التحالف العربي واللي كان على رأسه الامارات والسعودية، مخلي اليمنيين عاملين زي الغزاوية، مش فارق معاهم اي حاجة تاني ايا كانت الايديولوجية بتاعتك انت تجاه اليمنيين، او اللي بيقود اليمنيين الايام دي، او اللي بيقود هذا الحراك ايا كان الايديولوجية بتاعتك. لكن انت بتتكلم عن فئة بقال 10 سنين عاشت اللي عاشوه الغزاوية الآن، فأنت انت ممكن تعمل فينا ايه تاني اكتر من اللي حصل؟ ثم ان امريكا لا قبل لها تماما بان يكون هناك شيء من المناوشات في جنوب البحر الاحمر،
اللي هيعقد الامور اقتصاديا اكتر واكتر. والسعوديه اللي بيقال ان هي هتكون ضمن تحالف الأربعين دوله علشان تامين المياه الاقليميه في البحر الاحمر وفي باب المندب، السعوديه معناه ان هي بتعود الى النقطه صفر في العلاقه مع الناس اللي في اليمن، اللي هي ما صدقت انها تصالحت مع الرئيس الايراني ومع المرشد الايراني عشان الامور تستتب شويه، عشان المسيرات اللي بتطلع من اليمن بتروح السعوديه تتوقف شويه. طب السعوديه لو كانت جزء من اللي امريكا بتعمله الان في التحالف لتامين السفن الاسرائيليه، اذا السعوديه هتكون في مرمى استهداف اليمن مره اخرى. طب السيسي، السيسي ولا فارق معاه يكون مع مين على مين ومين بيودع على فين، رغم ان اللي بيحصل الان في باب المندب له تاثير على قناه السويس شئت ما بايت. بس طبعا انت عارف السيسي دلوقتي مش فارق معاه اي حاجه، اي حد يديني فلوس انا عايز اي فلوس من اي حد، هذا هو شغل السيسي الشاغل. فاللي يخرج لك ويقول لك السيسي ياه لو كان عمل مش عارف ايه البتاع بتاع الطيران وصنافير، يا اخي هو على باب على المعبر وبتاع رفع وقافله. انت يعني لو كانت الطيران وصنافير موجوده ضمن مصر وما كانش بقى على السعوديه كان برضه هيسيب فتحه لاسرائيل. بقول لك قافل على اهل غزه، قافل عليهم، قافل عليهم المعبر وقافل لهم الحصار، مش ان يجيبهم، ان يدخل لهم حتى مساعدات. اذا ما تقدمه اليمن الان هو مسمار كبير جدا 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 في الاقتصاد الاسرائيلي اللي بيعاني عناء غير متوقع. حجم الخسائر الاقتصادية والعسكرية والآليات العسكرية وفي كل شيء في إسرائيل من ناحية الخسارة الاقتصادية بما فيها قطاع الزراعة، واللي حصل من التايلانديين لما مشيوا 10,000 تايلاندي مشيوا وسابوا إسرائيل، ودي قصة مهمة جدا جدا يا جماعة، هيكون لنا يعني هنتناولها في حلقة منفصلة لوحدها، لأن في اعتقادي هذه القصة من أهم القصص اللي حصلت من يوم 7 أكتوبر 2023 اللي فات، عن فكرة التايلانديين اللي مشوا. 10,000 تايلاندي توقفت عليه كل مناحي الحياة الزراعية في كل ربوع إسرائيل تماما. ضيف على كل ده اللي اليمن بتعمله واللي خلى الإعلام الإسرائيلي النهاردة لا حديث إلا عن اليمن، كل الحديث الأكبر عن اليمن، لعلمهم الشديد إن ما تفعله اليمن الآن هيخلي إسرائيل حرفيا الاقتصاد ده يروح لفنزويلا. مش هقول لك مصر، لا، هتعدي مصر وتروح فنزويلا. ليه؟ لان الحجم التجاري البحري الاكبر ليها من ناحيه باب المندب، مفيش سفينه اسرائيليه ولا حتى سفينه اقتصاديه رايحه لاسرائيل هتعدي. وده اللي الاسرائيليين الان شغلهم الشاغل حل هذه المعضله، وامريكا لا قبل لها تماما ان يكون هناك جبهه اكبر من اللي داخل القطاع، لان اللي في اليمن امكانياتهم اكبر من اللي داخل قطاع غزه. هتروح تفتح جبهه ثانيه، السعوديه هتكون غير امنه والامارات هتكون غير امنه. اذا الموضوع اتسع ولا بديل الا خضوعا لقرارات اليمن ومن قبلها قرارات الناس اللي في القطاع بان اللي بتعمله اسرائيل يتوقف، وان غدا لنظره لقريب وحيتوقف شاء من شاء وابى من ابى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.